ايد اوبنهايمر. وقبل ما نكمل الفيديو البنات، حبيت نوريكم العبايات المصرية اللي مازالو متوفرين عندي. راه مازالو متوفرين فقط حبات، الحمد لله يا ربي. ناس اللي دات وعجبوهم وربي يحفظكم ان شاء الله. شكرا على ارائكم، شكرا على ميساجاتكم. هادو لي موديل فقط اللي راهم متوفرين عندي. كيما هذا الموديل مازال لي غير في هذا لاكولور، وثاني على حساب لي طاي. كاين لي موديل اللي مازالو فيهم غير دوبل اكس ال 3 اكس ال، كاين اللي مازالو فيهم ال اكس ال، يعني كل موديل وكيفاش. اللي عجبكم ديروا وكابتير عليه قطيفة حرة حرة حرة. والحمد لله يا البنات اللي شراو من عندي راه معارفين كيفاش داير القماش، كيفاش دايره القطيفة، كيفاش دايرين. الحمد لله يا ربي كامل. اي استفسار تواصلوا معايا في الفايبر ولا في الواتساب ولا في الفيسبوك باجا ام زينب صيفية. البنات رقم الواتساب راه ماشي كي الفايبر، الواتساب وحده والفايبر وحده، هكذا باش ما تغلطوش برك. ديروا كابتير فقط وتواصلوا معايا، بحثوا لي الموديل. الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم واحوالكم بالف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي نهار جديد. لقيتوني يعني نلم فيكم ندير مشارك التوصيل. اليوم لازمني نروح ندي عندي لي كور اللي لميتهم، كاين اللي لميت وكاين اللي هذا وين راني نلم فيه. ها اجاني وجدت ما بين الخدمه وبين الدار ومخلطه شويه، عندي نهار شوي شارجي اليوم. تعيشوا معايا ان شاء الله نهار اليوم كيفاش راح يفوت. هذه وحده عزيزه عليا، صديقه ليا اللي هي غنيه، عندها شين في اليوتيوب جزائريه في فرنسا. فهذه تاع امها ربي يحفظها لها ان شاء الله. وصليا ليدين عندي، لازمني باغي نروح نقضي شويه حوايج لدارنا، وهاني نلم في حوايجي ثاني. هذا الايام قابليش ايام بزاف، راني غير نجري فيهم. لبست هذا الجوكينغ اليوم، راهي شويه الريحاتنا هنا شويه الريح في الصيف ما بيش كامل الولايات ولا مي بدا الجو شويه. المهم هذه بالنسبه لي سقسيوني بزاف بزاف عجبتهم، سواء في اليوتيوب ولا في الانستغرام عجبتهم بزاف. انا هذه البنات كنت جايبتها من مصر فما لبستهاش خلاص، هذه يعني كانت اول لبسه صورتها لكم، مي في لبستها هايله. مهم انا نلم لي كوموند ومن بعد نولي نخرج ان شاء الله. باك تروح معايا ماما، راني لصقت فيها قلت لها تروحي معايا، خليتها يدير في البريوش قلت لها روحي معايا. ثاني قالت لي نوجد لك حبات كاطو، وقالت لي ندير لك رفيس المبرجه، دي معاك تفدي مع واحد دي معاك، يعني الام وحدها ما لقري. مازالت مريضه شويه مي هكذاك، وقالت لي والله غندير لك شويه حبات كاطو ندير لك، وانا قلت لها ما ديري ليش، ندير لك المبرجه ندير لك رفيس ديهم معاك. ديجا لي وتنو قعدت هنا ولفتهم خلاص راكم عارفين. مي اخرتها لازم كل واحد يرجع للدار، وعندي راجلي ثاني غيستنى فيا. كان محمود هو اللي كي كان هنا هو اللي يمبالي هو اللي يوجد يعني كلش، مي دوكا كي راح لازمني انا اللي نولي ندير. اختي كان هو اللي يديرهم هنيني منهم، وكان هو ثاني اللي راح يدير التوصيل. نوريكم البريوش اللي دارته ماما، ها انا قاعدة نستنى فيها. قلت لها قالت لي اني مانيش قاعده راني ندير في البريوش، قلت لها معليش نستناك حتى تخلصي ونروحوا. يا ها
هاني استنيت وكون داك نقولها اني مره باش ما نطلبش روح معاك تقول لها واه انا استنيتك خير خي استنيتها عليه نقعد نستنى هذا المده ما بقيتش استنيينك بصح تفهمين الروح ماشي متفاهمين اها انا قلت لك برك اي قالت لي يا اخي قلتي لي اشري لي زوره ماشي مديره خمار البنات على بها ما جيتش قالت لي قلت لي اشري زوره اي تصنف فيها باش ندير شي زوره شوفي درت البريوش بالطبع بسم الله ما شاء الله كيما قالوا صحاب الزاير بالطبع الوصفه تلقاها في قناتها في قناتي انا ندير فيه يجي ما شاء الله مزيان بالصيفيه والله هيا شوف شوف كيفاش يجي خفيف يجي محشي هاني حشيته شوفوا هنا ثاني كيفاش يجي خفيف طيحت عليه صق شوف يجي ما شاء الله شهيناكم في الجنه ما تفيك ما قبل ما نزوج واش كنتي ديري منه ايوا شوفوا هذا ثاني شوفوا كيفاش طايب منا ها ويجي ثاني خفيف ما شاء الله الوصفه تلقاوها في قناتها ام زينب الصيفيه دوك تحط لكم الوصفه ثم ما شاء الله ولا غير يجي هايل سورتو من دوك القهوه لولادكم القرايه تحتاجوه بزاف روحنا للدار قضيت شويه قضيه لدارنا المهم هذوك الحوايج اللي تعرفوهم للدار وثاني شريت هذول اول مره راح نجربهم كش وحده جربتهم تعطيني رايها المهم شريت هذه الريحه تاعها عجبتني بزاف كاين هكذا الجولد وكاين هذه فلارجونسي عجبتني هذه الريحه تاعها هايله اول مره قلت لكم نجربها وجبت هذا ثاني حليب معطر تاع الجسم ثاني المهم جبت هذا وهذا تاع الشعر جبته على جال الشعر ريحته ثاني عجبتني بزاف بزاف ريحه الورد لي فلوغ هذا نورمالمون هذا 79 هذا نورمالمون 76 وهذه نورمالمون 50 وهذه وقيلا 46 والله ما شفت المهم على لي بري تاعهم وقضيت قلت لكم شويه قضيه دوك نوريكم واش جبت معايا جبت فرماج هذا الفرماج ودوكا كاين واحد كبير يدير 145 الف اكثر من هذا انا جبت هذا هذا يدير 89 الف وكاين تاع 145 اكثر منه قضيت شويه ثاني الخضره ندور لكم الكاميرا اللي حنا نقولوا عليها شخشوخه ها هذه هي هنا خضرة سلطة بذرة البصلة هذا السكر انا جبت تاع زوج كيلو طول
هذا ثاني السكر، هنا مكرون، سباغيتي، هذه ثاني الخضرة، زرودية، خيار، الباذنجان، جريوات اللي هي القرعة، طماطم، والدجاج خبيته ديجا في الفريجيدار كيما حوايج تاع الفريجيدار انا بديت بهم هما الاولين خبيت غير هذو بقاو برك هذا مكان. نزيد نخبي هذا تاع الفرماج، انا يعجبني هذا بزاف مليح بالك نعود مره عندي من واحد تاع الطبخ والساندويتش. ثاني بغيت نقول لكم احنا بما انه نشربوا غازوز، احنا نشربوا غازوز الحق، مالفين نشري كوكا فانتا وثاني بيبسي، هذو على بالكم باللي رانا مقاطعينهم اصلا على جال يدعموا راكم عارفين فقاطعناهم. انا جربت هذه المره اللي فاتت، كنت جربتها شربتها عجبتني بزاف بزاف، يعني هذا علاش ما ندعموش منتج بلادنا، وليت جبت هذا اليوم جبته عجبني المره اللي فاتت كي ذقته. المهم انا دوكا نخمل هذه القضيه نلمها ونسكت في الدنيا، ومن بعد ان شاء الله نروح نبدل حوايجي ونريح فكعيد، وهذا السمانه اللي راهي جايه عندي بندير فيها اللم باجاجي، عندي مزيت لي سمانه ان شاء الله نوصلو بخير، فاللم باجاجي عندي حوايج لازم نقضيهم نشريهم. غسلت وجهي، ريحت، درت هذا البوماطه هذه نستعملها في الليل، ودوكا نروح نبدل حوايجي ونستراح. شكرا لكم بزاف على دعمكم، ان شاء الله يعجبكم فيديو تاع اليوم، ما تنساوش تخليوا لي لايك، ونقول لكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده.